انت عم تقول بلا ما نسلمهم صانع العبيه. والصدر الاعظم كمان راح، شو رح نعمل؟ اكيد هدول بكره رح يجمعوا على القصر. مولاي انت لا تقلق، في حواليك الاف الفرسان الابطال، منسلم ارواحنا وما رح نسلمك لك. شو الفائدة؟ أنا كمان آخرتي رح تكون مثل آخرة أخي مصطفى، مو طالع بإيدنا شي بنوب. إذا بالنهاية هذا هو قدرنا فلازم نحن نرضى باللي كتبه رب العالمين. نحن هلأ مضطرين نوافق. إبراهيم باشا أنت شو رجعك؟ ما قدرت روح يا مولاي، ما قدرت أتركك وروح. كيف يعني ما قدرت؟ كيف بدي روح يا مولاي؟ في دم شخص برقبتي، ضميري عم يعذبني كل الوقت، أنا السبب بكل شي صار. بترجاك خليهم يعدموني، بركي إذا بموت برتاح من العذاب، وأنت كمان بترتاح مني. انت عارفان حالك شو عم تحكي يا ابراهيم باشا؟ هدول الزعران مشكلتهم معي انا، مو معك انت. الموضوع مو مثل ما لك متصور يا جناب الباشا، هدول الزعران همهم الوحيد هو القصر. لك الله يلعنون. مولاي امرهم خليهم يعدموني، قلهم يسلموني للمعلم خليل، والا انت كمان ما راح يتركوك بحالك. انا ما بطلب شيء من ربي غير انك ترتاح. مانويل لساته عايش، المتمردين عارفانين انه هو يلي بده ينشنق. المهم ما حطينا دم انسان بريء برقبتنا يا مولاي، بس بدي طلب من جنابك. السلطانة فاطمة ما تدرى برجعتي. مظبوط، بلا ما تعرف. فريدة خانم؟ فريدة خانم؟ خير، شو جابك لهون؟ بعتني المحاسب مخصوص لحتى وصل لك رسالة، قال بيتشكرك كتير لأنكم ما قتلتوه. لا تلعي كتير، هات من الآخر. على أساس راح الصدر الأعظم، طلع مو رايح وعم يترجى السلطان منشان يعدمه. لك شو هالصدر الأعظم هذا؟ وتركوه لمانويل. معناتها ناويين ينزعوا لنا اللعبة كلها. الصدر الأعظم رايح على حبل المشنقة برجليه. منيح إنك خبرتني. خذ هدول وتوصلها للمحاسب. طلع الصدر الأعظم رجال؟ غريبة. الأندال قاطعين المي عن القصر، والله يستر من اللي جاي. الشغلة بدها شوية صبر، رح تخلصوا من هالعذاب. ديل برويك انتي غطى يا بنتي. لا تسألي سلطانة، هديك الحية فاتت على القصر. فريدة فاتت على القصر؟ شيخ زادة هو اللي فوتها، كانوا مع بعضهم. الله لا يوفقه. سلطانة ما بعرف إذا عندك علم. خير، شوفي
جناب الصدر الأعظم طلع مو رايح، رجع على القصر. استغفر الله، رجع مرة تانية؟ دلبر شو قلتي هلا؟ ولا شي، ما قلت شي سلطانة. حكيتي عن الصدر الأعظم، أنا سمعتك. قلتي ما راح، شو عم تقولي دلبر؟ سامحيني يا سلطانة. لك احكي يا بنت، وينو الصدر الأعظم؟ فاطمة يا بنتي اهدي شوي. لك مع مين عم بحكي؟ وينو إبراهيم انطي؟ خليني جن عليكي دلبر، ولك احكي. رح يشنقوه. شو عم تحكي؟ هو طلب هالشي. يا إلهي، كل من ينوي إلحاق الضرر بدولتنا ممن يعادون الدين مجموعة أولئك الكفار، اقهرهم يا رب العالمين، وامنح من يديرونها البصيرة والإيمان، وابعدهم جميعا عن الغفلة وعن مطامع النفس، وافتح أعينهم على الحقيقة وقوي عزيمتهم يا رب. اغفر لنا ذنوبنا. صرنا منعرف شو بتملك. حابب تقول شي؟ ما في داعي لكثر الحكي. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يلا تعال. اتركوا بابا. لا، بعدوا عن زوجي. اتركوني. اتركوا زوجي بابا. شو القصة؟ بعدوا عنه. إن شاء الله. يا ربي، انتو من وين طلعتوا؟ بترجاكم اتركونا بحال. انا ما بأذي حدا بحياتي. بلا بتأذي يا منوي، تأذينا إلنا. بوس ايدكم، اتركوا زوجي، اتركونا ان شاء الله. اقتلوهم وبعدين ارموهم بالبحر. والولاد كله. قلتلن يا غبي، ما لازم حدا يعرف انه هدول عايشين. لك مشان هلا اتركوا بناتي عايشين. لك اتركوا بناتي، شو بدكم فيهم؟ اتركوهم يا ربي دخيلك. زلالة افندي، خلينا نمشي. يلا خلينا نروح يا خانو. انا لك اتركوني. اتركوا البابا، اتركونا، اتركونا.
وين الصدر العظم؟ مو على أساس رح يجي؟ عم يضحكوا علينا معلم خليل، لازم نقتحم القصر. طول بالك، أكيد رح نقتحم القصر، لا تاكلوا هم. ليكو وصل المحاسب. إذا هذا ما طلع الصدر الأعظم رح حدم القصر فوق راسك. هو بذاته يا معلم خليل، أنا شخصياً أخذته على حبل المشنقة. يا أهالي نحن انتصرنا. جثة الصدر الأعظم صارت لكم. تسلم ايديكم. هلا بتاخدوا الجثه وبتعلقوها بساحه جلطه، علقوها لحتى كل الناس يشوفوا شهامه المعلم خليل. لا الصدر الاعظم ولا السلطان بيوقفوا بوشي. مين الدوله اليوم؟ المعلم خليل. مين الدوله؟ المعلم خليل. ليش عم تضحك يا حسناء الفرس؟ أنا عم بضحك عليك يا أهبل. تأكد إذا كان هذا الصدر الأعظم ولا لا. سمعان يا محاسب، شو عم تقول للخانوم؟ أقسم بالله يا معلم إنه هذا الصدر الأعظم، أنا شنقته وجبت لك يا دغري. زلالة أفندي، أنت بتعرفه منيح، شوف إذا هذا هو الصدر الأعظم. هذا مانو صدر العظم، هذا صانع العبي مانويل. أحمد خان عرف كيف يلعب عليك. كأنه أحمد خان عم يلعب بعداد عمره. ما عم يلعب مع المعلم خليل يا جماعة؟ لك شو هالرجولة اللي عندكن؟ شو ما رح تحاسبوه على هالملعوب يلي عمله؟ يعني ما رح تدفعوه التمن غالي لأحمد خان؟ ما طالما أحمد خان ما قدر يقتل زهره العزيز الصدر الأعظم، نحن رح نروح ونخلص على أحمد خان. رح تروحوا معي؟ رح تروحوا معي؟ معناتها الحقوني، رح نروح ونقيم السلطان أحمد خان عن العرش. هالمرة كمان أحمد خان رح فيها. هيك الظاهر. هيك يا اختي، خدوا فاطمة من هون، ماني متحمل شوفها بهالحالة. لك بعدوا عني بقى، قتلتوا زلمة شهم مثل إبراهيم باشا.
مولاي فيني أحكي معك؟ إيش الشيطان كمان؟ طولي بالك يا بنتي. أختي طلعية من هون. اللي شو بدك أنت شيخ زادة؟ مولاي في أخبار ما منيحة. فهموا أنكم سلمتوهن مانويل بدل صدر الأعظم. شو مانويل؟ صدر الأعظم راح بنفسه على حبل المشنقة. والله يا مولاي أنا ما بعرف، بس يلي بعرفه إنه معلم خليل جاي يهجم على القصر ومعه آلاف من الأهالي. مصيبة وحلت علينا يا مولانا. شو هالحكي شيخ زادة؟ فهمني هدول الكلاب شو بدهن؟ ما 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 معاذ الله بدهن حضرتك يا مولاي. مين الدولة؟ معلم خليل. مين؟ 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 معلم خليل. معلم خليل. معلم خليل. معلم خليل. مولاي بترجاك لا تصدق حكي هذا الزلمة يا شيخ. عم تلعب معنا مرة تانية؟ مولاي شو مشان قلة هالأدب هي؟ اهدى شوي خليل، طول بالك، لا تتخانقوا بحضوري. معلم خليل ليش ما عم يصدق إنه سلمنا الصدر الأعظم؟ عم يقول مانو مطهر، والحقيقة أنا ما شفت شي بعيني. سمعت الناس هيك عم يقولوا يا مولاي. اللهم ثبت علينا العقل والدين. جيبوا لي رئيس المحاسبين فورا. مين هو الدولة اليوم؟ معلم خليل. مين؟ معلم خليل. مين؟ معلم خليل. واخيرا صار هالشي، رايحين على القصر. يا ربي دخيلك ساعد مولانا السلطان واحمي الدولة العلية. احكي لشوف يا رئيس المحاسبين، انت مين شنقت اليوم الصبح؟ مثل ما امرتوني شنقته لمانويل وسلمته للمتمردين. لك انت شو عم تقول؟ مالك خجلان انك عم تكذب بحضور السلطان؟ انت هيك امرتني يا مولاي. الله يلعنك كذاب، والله لقيت لك وارميك للكلاب يا واطي. انا سلمت الصدر الاعظم لهدول الناس. بس عم يقولوا مانويل يا مولاي. يا ربي شو بدي ساوي مع هدول البشر؟ ما بتفوتوا إلا عجسسنا. واجهوا ولا شوف. يلا يا رجال يلا. جيبوا صانع العبي مانويل لهون، بس يشوفوه قدامهم وقتها رح يصدقوا. مولاي انت مانك مستوعب انه هدول الناس ما عاد شافوا قدامهم، يعني لو بتطلع سلطان سليم خان الاول من قبره وتوقفوا قدامهم ما رح يصدقوا. مولاي بترجاك لبقى ترد على هذا الدجال. معلم خليل هلا واقف على باب القصر ورجاله معه يا مولاي. طيب شو نعمل؟ إذا بهمكن أنكم تحافظوا على حياتكم اتنازلوا عن العرش.
وصلت معه لهون. أنا بحكي مع معلم خليل منشان ما ينهدر الدم. مولاي خلينا نقتلهم، الاستسلام للظلام أصعب من الظلم بكتير. مولاي انت منيح؟ روح لعند الامير محمود يا خليل، روح خبره يجهز حاله ليستلم العرش. لا تقول يا مولاي، ما بقى قدامنا حل تاني، ما بدي دم المسلمين ينهدر أكثر من هيك. حتى لو ما تنازلتوا هنن راح ينزلوكم عن العرش يا مولاي، وراح يكون بطريقة دموية كتير. بعدين انت قلتها بعظمة لسانك، الدم اللي راح ينهدر دم الأمة الإسلامية يا شيخ زادة. روح هلأ لعندهم وقلهم سلطان وافق يتنازل عن العرش. وصل الشيخ خليف؟ ايه وصل يا مولانا، هو هلأ عند السلطانة خديجة. أهلين مولاي السلطان. أهلا وسهلا فيك يا أختي. قالوا لي إنه جنابك طالبني يا مولانا. استشارة، مثل ما أمرنا سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو اللي بيقول استشيروا أصحاب العلم في أموركم. الاستشارة دائما بتقي الحاكم وبتحميه من كثير أغلاط يا مولانا. سلمت المتمردين صدر الأعظم وأصهرته مثل ما طلبوا، وهن اندبحوهن ومثلوا جسسهم قدام الناس، بس على ما يبدو هالشي ما كفاهن وصاروا طمعانين بعرش الدولة كمان. شو فيني ساويلن أكتر من هيك لحتى أنقذ دولتنا العليا من هالفوضى من دون ما نسفك دم أكتر؟ انصحنا يا شيخنا الجليل. مولانا قناعتي الشخصية إنه هالإجرام هاد سببه مش شوية زعران بالشارع وبس، الموضوع أكبر من هيك بكثير. مثل كاراكوز وعوار نحنا منشوفهم هن من البرداية، بس الحقيقة إنه في مين عم يحركهم وينطقهم وهو اللي ماسك الخيطان والعصي. لهيك نحنا لازم نشوف مين اللي ورا البرداية. بعرف إنه الفرس هن ورا البرداية هي، مع الأسف، بس في أسباب من عنا، وأولهم إنه دولتنا العادية كانت غافلة عن أمور كثيرة وسفينتنا بيتحكموا فيها كم واحد بس. شو اللي عم بيصير؟ شو هالضجة هاي؟ ما حدا سامع؟ سمو الأمير، حسب ما سمعت من الحرس إنه المعلم خليل وأتباعه المتمردين حاصروا القصر. والسلطان شو عم بيستنى؟ يبعت الحرس ويخلص منهم ويرتاح؟ يا ناس يا أمة محمد، شو هاد؟ شو صار الأخ عم يقتل أخوه؟ شو هالمصيبة هي؟ وقفوا وقفوا، إجا الشيخ. وقفوا اسمعوا كلام شيخنا، اسمعوا كلام شيخنا. وقفوا اسمعوني شوي. ها
لهيك ها جبت لكم أخبار من السلطان أحمد خان. ما بدنا أخبار يا شيخي، بدنا عرشه لأحمد خان. بدنا عرش أحمد خان. بدنا عرش أحمد خان. بدنا عرش أحمد خان. بدنا عرش أحمد خان. اسمعني منيح ولا تتهور، لازم تصبر شوي ولا راح تنكشف خطتنا كلها. السلطان أحمد خان بلش يستسلم يضعف أكتر، ما بدنا نضيع الفرصة من بين إيدينا ولا راح نندم. نحن مالنا قديسين حتى نصبر وخلي اللي بده يصير يصير. لازم كل الناس تفوت على القصر وتقتل كل الظلام والمجرمين. سامحني يا مولانا إذا كنت تجاوزت حدودي معك، بس هلأ ما عاد ينفع الندم وما فينا نرجع الزمن لورا أو نعاند القدر. وأنا بوقتها بناءً على اللي كنت عم شوفه بين الناس حاولت أني ألفت انتباهكم لهالفتنة الرهيبة هي، بس للأسف هم القوة والسلطة أعمل عيون ومنع عنا البصيرة. جناب الصدر الأعظم دايماً كان يستهتر بكلامي بحجة أني عبد درويش على باب الله وعقلي ما بيستوعب شو هي مصالح دولتنا. فريدة طلعت واحدة ذكية كتير، قدرت تسيطر وتسحب لطرفها كل الناس اللي منسق فيهم. كيف انعمت بصيرتنا لهالدرجة هي؟ إذا الحق والعدل ضعفوا بالأمة، الناس وقتها بيصيروا عباد وخدم يا إما للمال ويا إما للقوة. وفريدة اللعينة استغلت هذا الشيء وسيطرت على الناس البسطة يا إما بالمال ويا إما بوعودهم بالمناصب أو بألعيب وحيل النسوان. طيب إذا تنزلت على العرش أو ما تنزلت عنه شو رح يستفيدوا؟ مولانا الاستسلام لهدول الوحوش بهالفترة الصعبة هي ماله مقبول نهائيا وإله تبعات خطيرة كتير، لأنه بهالحالة الدولة رح تتفكك وتضعف والناس رح تصير تقتل بعض البعض بغياب القانون. طيب إلي يا شيخ خليف شو لازم نساوي لحتى هذا الشيء ما يصير؟ مولانا أهم شيء هلأ نوقف حمام الدم الكبير اللي صار بالشارع، لأنه كتر القتل رح يزيد الحقد والكراهية أكتر بين الناس. لازم تنور عليهم شوي لحتى الله يشتت شمل هالزعران وتستوعب الناس اللي عم يصير بالدولة، وقتها ممكن يتخلوا عنهم وتنتهي الفتنة. وهذا اللي قلته كيف بده يصير؟ جنابك لازم تستغني عن العرش والسلطة برضاك قبل ما تعطيهم الفرصة ليقولوا انه نحن يلي عزلناه، وتسلم السلطة لسمو الأمير محمود. انتو كمان هيك رأيكم؟ معناتها ما ضل قدامنا غير هذا الحل لننقذ دولتنا. بعتوا خبر للأمير محمود خليه يجهز حاله لحتى يترأس دولتنا العليا. فهمني شو قصدك من انه السلطان انعمت بصيرته؟ الشيخ كان يحكينا حكايه ونحن صغار انه في عقرب وضفدع تصادقوا. بعد فتره قصيره العقرب قال الضفدع مرقني على ضفه النهر الثاني. الضفدع حمل صاحبه العقرب على ظهره وبلش يسبح لينقل العقرب على الضفه الثاني، وتقريبا لما وصل لنص الطريق العقرب لدغ صاحب الضفدع. الضفدع بلش يتوجع كثير وبلشت قوته تقل. سأله شو سويت فيني؟ رد عليه وقال له شو ساوي؟ أنا هيك طبعي، ما فيني عيش من دون ما ألدغ. وبالنسبة للبشر في بيناتهم الناس طباعهم مثل طباع العقارب، وإذا ما أخذت حذرك منهم بيأذوك. وهذا اللي صار بالضبط مع جناب السلطان. الصدر الأعظم قتل حاله وقتل معه السلطان. يلي ما عم أفهمه شو أخذ معه من هالدنيا هي؟ المهم هلأ ناخذ العبرة من اللي صار يا بلبان، لأنه الحكي كتير بالماضي ما راح يفيدنا بشي. بلبان روح شوف الأغا المسؤول عن القصر الأميري وخليه يخبر الأمير محمود باللي صار مع السلطان. خليل أنت تعال معي. أنا بأمرك يا شيخي. لا
لسه بدنا نستنى كتير يا شيخ زادة؟ خلي عندك شوية صبر يا زلمة، الخبر ما بقى إلا يوصل، استنى لك شوي. شيخي طالبينك لجوبة. ماشي، أنا هلأ فايت عند السلطان، استنوا مني خبر. شيخ أليف هون؟ هات لشوف شو الوضع هلأ، شو يلي عم يدور براس السلطان أحمد خان، لأنه أنا متأكد إنك بتكون قريت أفكاره. السلطان أحمد خان رح يمشي على نهج الإسلام ويسلم السلطة والعرش لواحد غيره مشان يحقن دم العباد ويمنع فتنة كبيرة بين المسلمين، واللي رح يستلم هو ابنه الأمير محمود المشهود له بنزاهته. إيه هيك ها، لأنه بهالحالة بيكون أنقذ حياته وحافظ على الدولة. يا شيخ الفتنة، ولك أنت مين مفكر حالك لحتى عم تحكي بهالطريقة هي على مولانا السلطان؟ فكر كيف بدك تنقذ حالك بالأول، لأنه الدور جاي عليك. أنت هدي حالك يا انكشاري. وهي راس الصعاليك وصل، وأخيرا التقينا يا بطل يا مصارع خليل. اهدي يا ابني. خلاص خلاص معلم خليل، مو وقتها هلأ. وقتها اتركوا يهجم يا شيخ زادة، صار لازم نحط له حد لهالكلب المسعور هاد لأنه زودها كثير. قلت لك خلاص مو وقتها هلا. ادخل. سمو الأمير، وصل مسؤول القصر ومع جندي انكشار. شو بدهم؟ طالبين مقابلة حضرتك. طيب إن شاء الله يكون خير، خليهم يفوتوا. سمو الأمير، مولانا السلطان بده إياك. بده يعني أنا؟ ليش؟ جنابك بتعرف الوضع، وجناب مولانا السلطان لحتى يوقف إراقة الدم قرر يتنازل لك عن عرش. هدي حالك يا ابني. تركني عليه يا شيخي، تركني عليه. لك قرب قرب تا. اهدى 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 شوي، خلصنا بقى. هيا اخذتوا اللي بدكم اياه، خود هالمتمردين وطلعوا فورا من القصر. اخذنا اللي بدنا اياه. هات لشوف بقى هالبحصة اللي بتمك. السلطان احمد خان قرر يتنازل عن العرش لابنه الامير محمود، ومراسم التسليم رح تصير خلال اليوم او بكره. طلع فيني يا شيخ الخرفانين، في معي جيش من الابطال واقف برا. أحمد بده ينزل عن العرش غصب عنه، وما بيهمني إذا كان اليوم أو بكرة، ولازم يوجهولنا دعوة على مراسيم التعيين وإلا رح فوت على القصر. جرب هالشي وشوف شو رح يصير فيك. والله لخلي راسك يكرج قدام كل الزهران اللي معك. بقى رح أعطيكم مهلة تانية للمساء، إذا السلطان أحمد بيتنازل عن العرش والسلطة أنا كمان بنسحب من ساحة اللحامين وبنهي العصيان. خلاص هي أخذتوا اللي بدكم إياه، خد رجالك وطلع من هون، بكفينا دم. ماشي ماشي ماشي، يلا يلا. لسه ما خلص الحساب اللي بيناتنا يا خليل. خلاص خلينا نمشي. وانا ناطرك يا معلم خليل، يلا. عم استنى هذا اليوم، والله لخليك عبره لكل مين اعتبر يا واطي. خلاص خليل اهدى، الانتقام اللي وقته يا ابني، يلا خلينا نروح. السلطان أحمد قرر يتنازل عن العرش، بس
ما لنا متحركين ولا خطوة من قدام باب القصر لحتى يدعونا على مراسم التعيين. يا فضل أحمد خان يعيش على الخليل، 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 يا فضل أحمد خان يعيش على الخليل. بني آدم منا إذا تعب بيلاقي، بس أنا الحمد لله ما لقيت شي من كل التعب اللي تعبته. لا تنقهر يا مولاي، هذا قضاء وقدر. مولانا المتمردين اللي برا ما رضوا يتحركوا من قدام القصر، عم يقولوا ما رح نروح لحتى يأذن السلطان على حفل التسليم. ماشي، رح نبعث لهم دعوة. نزلنا لهم عن كتير شغلات ما رح توقف على هاي. كرمال نوقف نزيف الدم أنا موافق. مولانا، سمو الأمير حضر بناء على الطلب اللي طلبتوه جنابكم. قرب يا ابني عندي. مولانا رح انصحك نصيحة، دير بالك ما تكرر نفس الأغلاط اللي وقعت فيها أنا بحياتك. لا تتخذ أي قرار من دون ما تستشير أهل العلم والدين وتاخذ بمشورتهم، ولا تنغر بمجاملات الناس الراكدين ورا السلطة والمناصب، ولا تميل لأي شخص أو تنحاز لإله كرمال مصالح دنيوية. يعيش يعيش مولانا السلطان، يعيش يعيش مولانا السلطان، يعيش يعيش مولانا السلطان، يعيش يعيش مولانا السلطان. هذا مو الصدر الأعظم؟ هذا مانو إبراهيم؟ هذا صانع العب إيمانويل؟ الصدر الأعظم لساته عايش؟ يمكن أنت سمعتني غلط، أنا السلطان هون مو أنت. أنت تعينت السلطان لأنه نحن اللي بدنا هذا الشيء، وأكيد مانك حابب أنه تكون مدة حكمك قصيرة كتير. رجالي رح يكونوا واقفين على باب قصرك، ومن هلأ وطالع معلم خليل رح يكون الناطق الرسمي باسم جناب السلطان محمود. يا مولاي امشي معي لعند المعلم خليل، خليه يشوفك، هو بيعرفك اكثر منا. شو رايكم نتسلى شوي بهالنسوان قبل ما ناخذهم لعند المعلم خليل؟ ايه شيلي هالشال عن وشي، خلينا نشوفه اذا حلو ولا لا. طب حتى المسي فهمان او قابض روحك يا اغا. ولك شو سويت يا واطي؟ واقف على حيلك ولك.